احنا في مشكلة وفي أزمة حقيقية. المشكلة دي ممكن بعض القطاعات تستحمل بس مش هتقدر تستحمل الوقت كبير. أكبر قطاع أنا أعتقد أو أكتر قطاع ممكن يستحمل هو القطاع العقاري، لأن القطاع العقاري قطاع تقيل جدا وقطاع كبير جدا، فبحد أقصى من وجهة نظر ممكن يقدر يستحمل لغاية آخر السنة دي، ما يقدرش يستحمل أكتر من كده. في قطاعات تانية هتبتدي فعلا شفنا فيها انهيارات كبيرة زي القطاعات السياحية والقطاعات المطاعم والطيران، كل ده تأثر كبير جدا. القطاعات دي ما ينفعش تفضل متوقفة على طول، لازم الحياة تستمر. ابتدينا نفتح الشغل بس خدنا كل الاحتياطات عن طريق التعقيم بصفة يومية، عن طريق تقليل عدد الموظفين وتقليل عدد العملاء الموجودين في الشركة. بيحصل تناوب للموظفين في الشركة، لأن أهم حاجة في الأول وفي الآخر هي زي ما قلت لك هي الموارد الشركة، وأنا شايف أهم موارد الشركة هي الموظفين الشركة. Thank you.